احتج مساء الجمعة 31 ماي 2013 ما يطلقون على أنفسهم الولة الأصليون لبعز المجدوب للمساحة الأرضية المعروفة بالقصر المهجور بالبرنس والمجاورة للاكولين بعالية المحمدية ضد التنفيذ المفاجئ واللاقانوني لأجل إفراغ القصر من ساكنيه هو بداية هدمه، كون القضية ما تزال بين إدراج المحاكم وما تزال لم تحسن بعد، يقول هؤلاء الولة في تصريحاتهم لمحمد بريس. سمية مجدوب عين الناس. يعني كي شفتي القصة ديال القصر اللي معروف للمحمدية بالقصر المهجور اللي ساكنة ديال المحمدية كاملين عارفين، البارح تم الهدم، بداية الهدم ديالو. أنا جيت اليوم، كنت مسافرة وجيت غير اليوم، ولقيت تهدم القصر ديال بانا ديال بوعزة بن مجدوب بن حمد وديال الولاتة. أنا وخواتاتي، خوتي الله يرحمهم، شفشاف الفيدة واللي باقي حي ووليداتهم، ها هما قدامي. هادشي اللي تنقول انا. عندكم اوراق ووثائق تثبت الملكيه ديالكم؟ تيترنا عندنا قواغطنا عندنا كل شيء. واش كان مفاجاه بالنسبه لكم ان البارح غادي يتم الافراغ؟ لا احنا ما كانش الافراغ. ما توصلتوش بواحد الانذار؟ ما توصلتوش بواحد الانذار ديال الافراغ؟ لا ما كاينش سيدي. يعني شنو اللي كيمثل لكم الافراغ البارح؟ ما كاين لا افراغ ولا والو. احنا كل شيء تابع الحكام ديالنا. اذا شكون هما الناس اللي كانوا ساكنين فيه هذا المده؟ غير هاجمين داخلين تينعسوا فيه. صافي ما تنعرفوهم شيء. ما هما ورثه حتى حاجه. مشينا للكونتر 76 ويذكر أنه تم أمس الخميس 30 ماي على الساعة 10 صباحا وفي عملية رفعت فيها درجات الاستنفار الأمني لأقصى الدرجات، وتم فيها غلق شارع 11 يناير المحادي للقصر، وكذا غلق جميع المنافذ المؤدية من وإلى هذا القصر التاريخي المتنازع عليه في وجه جميع وسائل النقل وحتى الراجلين لأجل تنفيذ قرار بإفراغه من قاطني. أنا مجدوب السعدية. يعني الأوراق اللي كتبت أن هذه الأوراق، شد معايا أنت، بابني عام 1924، عهد الحماية. عهد الحماية. هاد التيتر ديالو. هاي عام 1924. ها هي. حفظوا مسجلوا. ها النمرة ديالو 4843. هنا هادي باش الدولة الفرنسوية هجمت على بوانا وخات لي قصر وخات لي غلمو. هاد القاعط من عام 1914. با كان مظلوم في بلادو. صبر. وملي مشى المستعمر في 1956 واش تم التسليم ديالو لكم؟ لا. ملي كان 73 النصراني الامير ما مات 73، كان بو عير كاريليه. فهمتيني؟ كان عير كاريليه مات في 73. راهن. ملي داك اسمو كان كاريليه النصراني بقى يقلب علينا، حنا زايدين وكابرين في الدار البيضاء. هذا مسقط الراس ديال خوتي الكبار وديال جدي. اذا شكون اللي كيطالب به؟ شكون اللي طالب به؟ شكون اللي خداه دابا؟ بكل صراحه. الشركه. شكون هما الناس اللي وراء الشركات؟ شكون هما؟ انا غنقول لك. شكون هما الرؤوس؟ شكون نوضعوا النقطة على الحور؟ شكون؟ انا الاسم الكريم؟ مجدوب رضوان. يعني شكون هما الناس اللي داروا عينهم في البقعة الأرضية دي ربما وخذوها الآن؟ كانوا جوج ديال الناس هما اللي كانوا متورطين، كان محمد وكان علي. كان توفى بقاو الورثة ديالو، الأبناء ديالو. هما اللي ترموا على هاد الاراضي. راه بما فيهم هاد الارض اللي قدامنا بناو فيها 62 فيلا، وحنا القضيه ديالنا معروضه، باقا معروضه على المحاكم. يعني باقا معروضه على القضاء. البارح دا الجلسه كانت مفاجاه بالنسبه لكم هاد العمليه، المحكمه التجاريه والمحافظ والملف ديال 81 اختفى من المحكمه الى يومنا هذا. باقا حنا كنطالبوا. درنا السنه اللي اختفى فيها مباشره من بعد الحكم 82. تحكم في 82 طيروه ما بقاش ملف غبر. اذا الجهه اللي كتهموها وراء هذا الملف هذا شكون؟ كنتهموا
الحجم كنتهمو. ها انت ها الملكيه صبر ها الملكيه دابا هادي دابا النهار اللي حكموا في هذاك الملف قالوا خدناه حي بالحيازه. واش اللي محفظ كيمشي حيازه؟ لا يجوز اللي محفظ ما كيمشيش حيازه. قال لك حنا خدناه حيازه لان العقده مدينين بانهم خادوا بها ما بانت حتى تختفى الملف. من بعد اختفاء الملف عاد بانت عقده بانهم قال لك حق راه واخدين العقار في 76. ها انت هاد التريكه باش نفس العقود بماشين وحده. تابع لي الوثائق ديالكم. هاد الوثيقه هادي التريكه باش خليها لي بوه باش خلى ليه الارض. هذه التريكه فيها خمسه ديال البقاع اللي كان كيملك جدي خمسه ديال البقاع. واخا خليك معنا. السميه ديالك؟ اسمي رشيده بنت عبد الله. شنو تضيفي في هذه القضيه؟ تضيف في هذه القضيه جا الى هو شكون هو؟ شوف الله يستر عليك. شرا جدي انايا وارث ديال جدو خدم هاد الورثه كلهم. سمعتيني؟ اربعه الخماس خمس ديالو هو الخامس. فهمتي بلاتي؟ يلا انا معاك وحفظوا الشجل. هذا من عند خوتو عبلة شافية المليح وحفظوا الشجل في 23 24 خرج هذا البلان الكحل جابنا هنا. يعني في 1903 لا 23 فاش شرا من عند خوتو دفع المطلب المحافظة. 24 بنا القصر. 32 دخل النصراني هجموا على الوالد داو ليه 300 راس الغلم. هذاك هي 300 راس ديال الغلم. فهمتيني؟ راه كاع زناته شاهده هنا وداو ليه ذاك اسمو. شنو هو الراي ديال المحامي ديالكم في هذه القضيه هذه وفي العمليه اللي تمت البارح؟ باقي ما شناش دابا المحامي. إيه باقي ما عندوش ذاك اسمو. حنا تطغينا هذه المحكمه هذه تطغينا تتقول لك تقادم ودفعونا للمحكمه التجاريه. حنا باقي الملف صدر المحكمه التجاريه والبارح جا خرج الناس اللي كان عاسين هنا وريب ليا كل شيء. ريبوا كل شيء ريب ليا ذاك الشيء. علاش ريب؟ شحال عدد الاسر ولا الافراد اللي كانوا في شحال عدد الاسر ولا اللي كانوا 12 خلق 12 سكن اللي كان هنا كل شيء خرجهم وريب الدنيا. فهمتي؟ وريب ولا شي ريب وعطاهم مليون لواحد. لا يجوز لاش يعطي الرشوه. عاشوا قدام هذاك الشيء عطاهم. اذا كتبتوا انه كانت رشوه؟ كانت رشوه راه امام الملا تعطات البارح. حنا بناتو عطاو رشوه هنا باش يخرجوا. عدد ديال شحال عدد ديال الورثه؟ الورثه تقريبا راه 120 وريث اللي كاينه. وهذوك غير 12 كانوا هنا. وهذوك غير 12 عطاهم رشوه البارح امام الملا هنا باش خرجوهم باش بداو كيديروا. اشنو اللي كطالبوا به؟ اشنو اللي كطالبوا به دابا؟ طالبوا بحقنا. حقنا هذا راه حقنا هذا. 62 فيلا اللي راه تبنات تما. فهمتي؟ راه الدونة الخرسان كيبنيو فيها عمارات. هذه العمارات الاخرين لتحت كلشي ديالنا تخادوا. حنا كنشوفوا من حمام بالكيحل حتى لروضة النصارى هذاك جنان ديال با. سول ولاد الغازي وسول زناتا القدام. با راه كان هنا بحال الملك كيملك 350 بطار. 350 بطار اللي كان يملك هنا في المحمدية. حنا بالله وجلالة الملك يعطينا حقنا ويعطينا حق بانا. ما حنا شي غير جينا وهزمنا. كانت مفاجأة بالنسبة لكم البارح؟ إيه. مع السبعة ديال الصباح مع السبعة دخل وريب كل شيء وجاب كراكتات وجاب بوليس ديالو هو جاب إدارة ديالته هو ماشي ديال الأمن ديال هنا. أمنوا. إذا شنو اللي كطالبوا به؟ ها؟ طالب حقي. حقي بغيت حقي. بغيت ملكي. عقارنا بغينا. هذا عار هذا عار وليس في خطر. هذا عار وليس في خطر. هذا عار وليس في خطر. هذا عار شغلت الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك.